دخلت هذه اليوتيوبر السورية مواجهة مع أشقائها المصريين في بث مباشر. ردود الأفعال تصاعدت سريعا وخشيت الدخول في مواجهة قضائية، لكنها اعترفت أخيرا بالسبب. فماذا حدث مع هذه الفتاة بعد سفرها؟ إنها اليوتيوبر السورية بتول، اشتهرت بجرأتها في موضوعاتها التي تقدمها عبر مواقع التواصل. أثارت غضبا كبيرا بين متابعيها وخصوصا في مصر، حينما تناولت قضية سياسية حساسة قسمت متابعيها بين مؤيد ومعارض. تفاصيل الأزمة التي وقعت فيها بتول تعود إلى عيد الفطر الماضي. بتول تميل بطبيعتها إلى حياة المصريين وتراهم أشبه الشعوب في التعامل مع الشعب السوري، ولذلك فقد اختارت مصر للجوء إليها بعد أن كانت لاجئة في تركيا. فماذا حدث في صلاة العيد؟ أثناء تواجد بتول في إحدى الساحات المخصصة لصلاة العيد في مصر، فوجئت ببعض السيدات يوزعن الحلوى على الصغار وعلى بقية المصلين، وراقت لها الفكرة كثيرا، إلا أن إحدى السيدات دفعتها إلى تناول أمر سياسي لم يكن لهذه السيدة السورية أي شأن فيه. شاركت بتول في توزيع الحلوى على المصلين أيام العيد، لكنها فوجئت بسيدة مصرية تهدي ابنتها حلوى مغلفة بخريطة مكتوب عليها هاشتاج الحدود تراب. وكعادة بتول التي قاربت 6 سنوات في تقديم المحتوى، صورت ما حدث وخرجت ببث على قناتها على يوتيوب تروي فيه التفاصيل. لم تمضي ساعات حتى فوجئت بتول بمقاطع فيديو تنتشر لها عبر مواقع التواصل وتستهدف سمعتها وتتعامل معها بسوء نية، بعد أن تم اجتزاء المقطع الأصلي وتوجيه انتقادات سياسية لها، على الرغم من أن المحتوى الذي اعتادت تقديمه منذ سنوات لم يكن له أي شأن بالسياسة، وركز فقط على نصائح الحياة المنزلية اليومية. بتول وجدت نفسها في ورطة، فإن هي سكتت عن تلك المقاطع المجتزأة ربما تدخل في أزمة تنتهي بترحيلها إلى سوريا، وإن هي تسرعت بردود غير مدروسة قد يتم التصعيد ضدها. لكنها قررت إعداد حلقة خاصة للرد على الأزمة المثارة ضدها. خرجت بتول في بث جديد وجهته إلى أشقائها المصريين، وقررت أن تصارح جميع متابعيها بالسبب الرئيسي الذي دفعها إلى القدوم إلى مصر بعد الحالة الصحية الصعبة التي تعرضت لها ابنتها، حيث لم يصلح العلاج في تركيا لتلك الحالة. وأخبرت المتابعين أيضا بأن لديها 3 بنات، وأن مصر بالنسبة لها هي بلدها الثاني.